الله وبركاته. اليوم اثنين قائد الاصلي من تكاراتومي البلبل الالكتروني حيواجه خمسه من اقوى بلابل الرايز. والبلابل الخمسه اللي حتواجه اثنين قائد هم الخيل المنسجم، التكوين الملكي، المرق الحاقد، الكاسر المجنح، والعمير الثاقب. ويا جماعه البلابل هاي تعتبر من صفوه البلابل في جزء الرايز، واليوم حنختبر قوه اثنين قائد ضد الخمسه بلابل هذول. بس قبل لا نبدا نذكركم باللايك والشارك وتفعيل جرس التنبيهات. يا جماعه تخيلوا النسبه مره كبيره تتابع مقاطعنا ومهم مشتركين، ولا تنسى انه اذا حبت تشتري بلابل فعندك اكبر متجر في الشرق الاوسط لبيع لعبه البي بلايد والبي باتل وجميع مستلزماتها، وحاليا ضمن قسم الالعاب هو متجر سويت تويز. المتجر يا جماعه يوصل لجميع دول العالم وعنده جميع طرق الدفع الالكتروني. ربط المتجر حيكون تحت في صندوق الوصف، اول تعليق مثبت، تسوق ممتع، ولا تنسى كود الخصم MON. النزال الأول حيكون من أكثر النزال متحمس لها، حيكون بين بلابل إلكترونية الوحيدة في العالم. تخيلوا إنه هذول الاثنين فقط هما بلابل إلكترونيين اللي نزلوا من شركة تكاراتومي. يا جماعة أول جولة بين التنين والتكوين، واحد صفر للتنين. الجولة الثانية بيف يا صورة التكوين. فالحين حنقفل القاعدة يا جماعة وحنغير نمط التكوين الملكي من النمط اليمين لليساري. ايوه التكوين الملكي الدارو قاعد يدور يساري حلو، ولكن ليه قاعد يدور يمين، فحيصير شيء اسطوري جديد الحين. وبس بس ما ادري نحسب ولا لا. الاخيرة اوكي اشتغلت القاعدة حق التكوين. يلا يا تكوين فوز، نايس نايس. التكوين الملكي يفوز. شايفين كيف قاعد يدور؟ القاعدة يساري وهو نفسه يميني، شيء مرة غريب كذا. اثنين القائد ينجح في أول اختبار ويفوز على التكوين الملكي. النتيجة هي 3-2. البلبل الثاني اللي حنختبر فيه القائد أو التنين القائد أخيرا منسجم. أخيل التنين القائد واضح من دوران أخيل إنه الديسك على النمط الغير متوازن. ثانية أخير قادم على التحمل. الجولة الأولى يا جماعة كان أخير هجوم. فايز واثنين قائد، ثاني نقطة. الحين نبغى نشيل الحلقة الزرقاء الموجودة عليها يا أخير. كده يا جماعة يصير أخف، ممكن تكون كمان ضربات بالتالية بشكل أفضل من أخيل الأسقل وخسر، حتى هو خفيف خسر. وآخر جولة حأخلي أخيل هجومي، وطبعا الديسك على النمط الغير متوازن، وزي ما انتم شايفين ما في حلقة الزرقة. آخر جولة كيف شايفين كيف مرة سريع نعيده. يا جماعة اثنين على نفس الإطلاق اللي قبل شوية وفاز. الحين جاء دور اقوى بلبل يساري، انا اشوف انه هذا الملك في بلابل الرايز، خليني اشوف هاي التنين القائد حقدر يفوز عليه. اتكلم عن الوميض الثاقب، هذه من جد يعني اكثر بلابل انا معجب بها وبقوتها يعني. فيلا ترى موجود في متجرنا يا جماعه واصلا من تكاراتومي. يا وميض يا جماعه البلبل ذا خابق خابق خابق. فلا تضيع الفرصة انك تمتلك واحد من اقوى بلابل الرايز اللي هو الوميض الثاقب، موجود بسعر 99 ريال سعودي اللي هي النسخة الاصلية، وكمان بسعر اتوقع انه اقل من 50 ريال، يعني ممكن يكون 40 ريال سعودي نسخة متجرنا صناعة متجرنا، وكلهم بنفس الجودة ونفس القوة ونفس القطعة الاصلية. جولة ثانية او التنين قائد. حلو الوميض حاليا هجومي، التنين لسه ما فعل القاعدة الالكترونية بس فعلها حساب التنين مجنون. شايفين كيف؟ حاليا بدا يهاجم واخذ النقطة وصار الحين تيجي تعادل واحد واحد. الثالثة انا اشوف نعيدها. جولة كان الاثنين تقدم النتيجة. الرابعة نايس نو. حرفيا يا جماعه يا ساتر. اثنين القائد مقدم اداء جبار، فاز في كل ثلاث اختبارات اللي اختبرنا فيه البلبل، فا اوكي نايس مره يا جماعه. رابع بلبل حيكون الكاسر المجنح، برضو من اقوى البلابل،
فتوقعاتكم هل حيفوز ولا حيخسر؟ خلينا نشوف. الكاس مجنح يا قائد من اقوى البلابل. الكاس مجنح مرة قبل ما يتحطم يتحطم. طب ليش اتوقع انه هنا حيتحطم؟ لا صعب صعب لانه ما في واحد فيهم مره سريع. حتى الكاسر لما يبدا هادي مو مره سريع. نايس مين شوف كيف يغير اتجاه الدوران بشكل مفاجئ ويفاجئ الخصم حرفيا. 1-0 الضربة كانت مرة قوية قبل شوية. فاز 2 قائد. الحين الجولة الثالثة. يلا يا كاسر لازم تفوز. نايس يا كاسر. التنين قوي خلاص راح اشجع البلابل ضده. 3-0 الاثنين القائد. أما الجولة الأخيرة. على الأقل نقطة شبابية يا كاسر. لا يا تنين يا أسطورة. قاعد يفوز في كل النزالات يا جماعة 4-0. الاختبار خليته برضه من الاختبارات الممتعة حتكون ضد البرق الحاقد. مع كثير من هالنزال. اوكي. جاية. لا. واحدة. ثانية. ما اشوف اختبار عبد الرحمن. خلينا نجرب. يلا. نشوف تحديد البرق الحاقد. اتوقع نفس القاعدة. يلا واو بس والله كانوا كسروا. لا مو بس اوف التنين كل 4 جولات حرفيا كده يا جماعة. التنين يحتاج مقطع ضد 100 بلبل. هو اللي قلت لكم ان احنا حنسويه اليوم في مقطع امس اللي كان نصلح فيه بلبل التنين القائد، بس طبعا ما قدرنا يا جماعه المقطع ما بطول معانا، صورنا منه جزء. واحنا حاليا طبعا وقفنا نزالات ال 100 بلبل وجبنا هذا الاستوديو. طبعا الاستوديو هنا يا جماعه اللي كان نصور فيه نزالات ال 100 بلبل كده هو عبد الرحمن. فوقفنا بس انه ما حنقدر نخلص اليوم المقطع، يحتاج كم يوم وبس. شكرا على المشاهده، لا تنسوا لايك وشير وتفعيل جرس التنبيهات. مقطع اليوم كان ضد 5 بلابل، اقوى 5 بلابل. المقطع الجاي ممكن يكون ضد اقوى 10 بلابل او اقوى 100 بلبل. فوصلنا الشباب 100 بلبل، هم كلهم 100 بلبل، هم 100 بلبل يعني قصدي. شوف 10 بلابل يعني ممكن اذا هذا المقطع يعني جبت بعد جاب اللي مؤتمل منه حينزل 10 بلابل. مؤتمل هذه من فين جاي كذا؟ المأمول المأمول منه ال لا خلاص كنسل. فبس يا جماعه شكرا على المشاهده، شكرا على تفاعلكم. المقطع الجاي ومع السلامه.